انضربت خلاص انجلت. تجمعوا علي. حلو يمديني اخذ الصاعق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم عبد الله أو ترمبي 203. اليوم على حلقة التاسعة من لعبة جي تي ايه. اعتذر عن التأخر لأن صراحة للأمانة متعبة وما علي مشاهدات واجبة، ما في لايكات، مو المشاهدات، في مشاهدات يعني على مستواي لكن لايكات يعني مي مثل السلاسل الثاني. المهم يلا يلا خلونا نبدأ، لا تنسوا اللايك واشتراك، وإذا ما أنت مفعل الجرس فعل الجرس. يلا ليتس جو. طبعا يا شباب الحلقة اللي فاتت وصلنا ل المجاري اللي تودينا داخل داخل المقر حق شو اسمه كوان. ايوه مثل مشاهد هذا يتكلم به، اللي ما يجيبه ترجمه صعبه. الظاهر اني حصلت، اذا حصلت ترجمه بعض المشاهد هذه راح اترجم. طيب الحين تسلل، الوضع تسلل، خلنا ندخل. لماذا لو طيب خوي وشو ما يشوف لا يشوفه، الله يستر. نتقدم شوي ونكمخ هذا القدام. سهلة سهلة ان شاء الله، انا سهلة الدخول ان شاء الله باذن الله انه سهل. ما ادري شكل رافع المايك بزيادة، خاف انه يطلع صوت المكيف وما اقدر اخفيه يعني اخفاء وبصعوبة صراحة. حلو هذا واحد، هذا جاي، هذا خلاص جالس كذا على اساس ما يشوفه. لا يكون يلتفت، خبر بعض المراحل اللي فاته يلتفت فجأة يمشي يقول ها يلتفت ورا، هذه مصيبة. هنا 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 هنا. يا رب انه ما يلتفت يمي، لا يكون يلتفت. بغى يشوفه. هذا اللي ما ابي، اللي يلتفت فجأة. اشو اني حافظ المراحل اللي فاته ولا كان مشكلة. طيب الحين وش عندنا الحين؟ وش في هنا؟ خلو، في واحد هنا، في واحد تغيب له هنا ولا وش السالفة؟ ها؟ اوف لو اني متغيب ورا، بس ما ادري وش اللي جاني. الحق عليه. حلو. طيب اللي بعد هذاك يلتفت داخل النفق، هذاك يشوف داخل اللوده هذه البسيطه، جحر بسيط يعني لازم. يرقى. حلو حلو حلو، يعني المواصير اللي فوقه كانه مصفحه كذا يمديني ارقى فوقه. يلتفت يدور داخل كانه اللفه اللي هنا، يعني لازم هذا تنزل وراه كذا. السلام عليكم. حلو. طيب الحين نكمل نشوف متى ننهيه، لان احس انه ممل اذا ما في ضرب. وش هذه؟ يمديني فوت عادي الظهر. رجعنا حركة، تذكرون كراش بانديكوت؟ لا لازم انتظر. حلو. كراش بانديكوت تذكرون بعض المراحل تجي كذا كأنه نار تطلع عليك من الجنب. طيب هذا شو وضعه؟ لازم اراقب حركتهم قبل ما اروح. تغيب هنا، يلتفت يمين يشوف الساعة. توك ما انت مسلم هالحين. نرجع يمه. حلو. واحد. طيب اذا رجع وش الطريقة معه؟ ما في يخرب الكشاف اللي معه. لازم انتظر يخرب الكشاف بعدين اجي اتفاهم معه. لا لازم اجيه واطلعه من هنا. بس خوي وجاي شلون؟ وش الطريقة معه؟ اول ما يروح خوي اروح يصحى، واذا خرب الكشاف ارجع يمه. هذه طريقة ممتازة. حلو سهلة ان شاء الله انها سهلة ان شاء الله. طيب حلو راح قوموا على السريع. تعال اجلس هنا، خلاص ما يشوفه، اضمن لك ضمان ما يشوفه. اول ما يتعطل الكشاف. ايوه مسكته غلط غور.
حلو. كرسيه استخدم مع خويه، لان خويه ولد في التيمين، بزعم انه ولد في التيمين او انه يكشف. انتظروا هنا. وقت غلط، توقيت غلط، توقيت غلط. يا رب ما يعيدون من البداية. الى التكي هنا. حلو، الحين نقول نستعد. صباح الخير. حلو، نتكي هنا، ننتظر خوي ويجي. تعال تعال، اخلص علي، اخلص علي، يرحم والديك. اعتقد مكاني بعد غلط، شكله يكشفه، اعتقد انه يكشفه. طيب خلوا لين يقرب، لين يقرب، لين يقرب. لا اخطي، هو خطا التوقيت، التوقيت غلط. لا شلون؟ بعد إعادة تقريبا 5 مرات يا شباب. لا 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 لا، ابي اتغيب هنا لين يجي، لين يصل. المفروض انتظر لين يصل، بس ان شاء الله تضبط المره هذه معي ان شاء الله. اضبطت بدون كرسي، بدون كرسي. انا قلت خلاص الكرسي ذو اهميه كبيره، لكن اكتشفت انه ما هو ذو اهميه، يعني اهم شيء اني انتظره هنا، عاد سواء الكرسي ولا غيره. كالحين هذول وش حلهم؟ اي فوقهم في مصفحه. الوقت المناسب هذا، ما يمديك تضربه نهائيا، يمكن لازم اعديهم خلاص وروح، خليهم بسلام. طيب خلونا نروح من هنا. حلو الوضع، اوكي. في شيء هنا؟ لا ما في شيء. اها هذه، لا هذه خلاص انتهى في مشهد اول، خايف من هذا. طيب نشوف ايش قدامنا. لحد الان اظن ما خلصنا، لان فيه واحد معه كشاف. طيب ابدا، ليه ما تبدا؟ ايوه حلو. طيب هذا ايش الوضع معه؟ يحك الشنطه. صدقوا ما شفت هذه، بغيت اجيب العيد. جانا هذا. طيب هذا شو وضعه؟ شوف جثة قدامك، جثة خويك. عادي عادي، كل الناس تموت، كل الناس تموت، يعني عادي ما همه. طيب علي اني انتظر هنا وانتظر لين يتعدى واتغيب. بس مشكلة هو يدخل، لو لو يرجع يتغيب لازم ألحقه هنا. شافه ودي كلب. ايوه حلو. طيب حلو، هنا تعدينا، لازم نتعدى هذا ونعطيه ضربة، نعطيه تطعيمة. ذا الكلب يقف هنا على الزاوية، لا يكون يرجع، يرجع بس ما ادري ويلتفت ولا لا. يلف يلف يكمل ولا ما يروح بعيد، ما يروح بعيد. طيب لو انزل قدام. حلو حلو، نجزناه. طيب وش في قدامنا برضو؟ يا رب متى ننهي الاماكن هذه الوسخه. حلو، في واحد هنا، يعني لازم نطمر قبل. حلو، هذا ما يمديك تمر من قدامه، حاطين لك الطاوله هذه عشان تفوت من قدامه. تكي وهنا جس. حلو، ايش ما يشوف هذا، ايش كنه يلتفت او اني جي على طول. داري 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 انه يلتفت، بس كذا ما صدقت نفسي. يهشم من هنا من بعد. طيب خلونا نشوفه، يبي يلتفت مرة وبعدين يرجع يكمل طريقه، بس ما ادري وين يروح عن البخار اللي يطلع هذا. حلو اجلس. اخوي يمكن لازم اروح قبل البخار او لا. عادي لا عادي، خلي البخار يخلص، صلحك خويه، لا يكون يلتفت. حلو، اشوى 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 اشوى، الحمد لله لحقنا عليه. طيب هذول اثنين لازم اطمر، اطمر بسرعه اعوذ بالله. يلا يضغط اللي هذا وين ما رحت يتبع، يعني ما يمديني انزل وراه واضربه. هذا الثاني نفسه. في واحد يكشف فوق، في واحد يكشف. زين شلح معه، اتحرى لين ينزل كشاف. ها ايوه كذا. حلو تعديناها، تعديتها. حلو طيب هذا شو
طيب ما يمديني انزل وراه؟ تنزل وراه من هنا، تعطي ضربة من هنا، حلو تمام قضينا عليه. طيب هذا بعد نطمر من فوق، بس ما ادري في الزاوية عنده كأنه قدامه هو ثابت. لا 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 لا، مي زاوية، يمديني اكمل. حلو، اوف لو في كذا كمل على اخر شيء. هذاك واحد يحك بغيت يطب قدامه، والله بغيت يطب قدامه. وكأن في كشاف في الجحر اليسار باللفة اليسار، او ما ادري هو كشاف ولا لا. وقف عند الزاوية، يعني ما يمديني انزل قدامه، مستحيل انزل. هاي تحكحك رح اضرب. حلو ضربت قدام خويه. قام خويه، شكله قام، بس ما علينا منه، خلاص نروح قدام وان شاء الله ننتهي من الفرح. حلو عديناها او مش، لا والله ما عديت لحد الان، لا والله ها مشهد لحد الان. هو طمر من نفسه، مو انا اللي طمرت. اوه انهاه، شكله الاخير، اعتقد انه الاخير. حلو عدينا. حلو كفو. طيب وتسلل مليون، وش يبي؟ يا صار في مضاربه، ليه ما ضربت من اول؟ لا لحظه تونا بدينا. حلو اضرب، تخصص انضربات، خلاص تخصصي. قضت هذه حقت المناوره. حلو اضرب، الان شكلهم يضربوك، خلاص يكمل عليك لين يروح ربع دمه. حلو اضرب، اللي اشوف دمه بعد ضعيف يعني احمر. دامي مسكتك، مات. حلو حلو، هذا يا رب مات، دمه بيموت. مات هذا على اخر دم، حالف انه يضرب، خلاص. حلو ماتوا. في غيرهم. حلو جو الله يهديك. وش ابو قناع هذا؟ الله يستر، لا يكون هذه نفسه، هذا خويه. حلو مات على طول، كسرت يده. طيب الثاني اكسر كتفه، حلو يموت بسرعة، احسن شيء انه يموت اذا كسرت كتفه، يعني ما يطول معك. حلو هذا بكسر كتفه. انضربت، انجلت شكلي، راح اكثر من نص دمي. حلو اكسر يده هذا. حلو اضرب الثاني. حلو اكسر يده، فكني منه هذا. حلو اكسر يده هذا الحيوان. حلو ماتوا. وشهم هذا؟ وش ابو شعر هذا؟ شكله قوي. اثنين، تعال انت اول شيء اكسر يدك، هذا اسهل ما بانك تقدر تكسر يده. حلو كسر يديها. اوف يا الضربه، انضربت، راح دمي يا شباب، والله راح دمي، الله يستر. حلو يا رب يموت، ابي انقصهم، بحاول انقصهم. لا والله شكلي انا اللي بموت. حلو خلنا نكسر يده هذا قبل ما اموت، لاني انا خلاص ضامن الموتى. خلاص مت يا قهر، لا يكون يعيدون من البدايه.
من البداية. حلو بالشركم انهيت الاولين بالبداية او بقناع وما ادري شو، بس للاسف رجعت دمي اقل من النص يعني بس اني ببقى حذر، ابي ابقى حذر. حلو اكسر هذا، حلو تعال انت تكفى بكسر يدك بدري. ايوه حلو حلو، لانك لازم تضارب، لازم تضارب عشان يرتفع البارت الاحمر هذا. شو خلص الحين لازم اضارب، حلو لازم اضارب عشان يرتفع البارت الاحمر، وللاسف مو ذاك ارتفع. شو امسكها امسكها على طول، تعال تعال بتكفى بكسر يدك، تعال تكفى. ايوه تعال اي ها انا بيك ابيك اول شيء. امسك هذا العنب، العنب ليس اذبحنا. حلو انتهوا، حلو انتهوا انهيتها، بس دمي للاسف اتمنى يجي مشهد ولا شيء غدي يعبي دمي، لان دمي باتل. طيب لو اخزن هنا اخاف من مصيبه، اخاف يرجعوني من البدايه، يعني لو احفظ هنا مو يرجعوني، يعني ارجع للنقطه هذه ودمي وسط. طيب الحين شلون فوق؟ ايه لازم من هنا، انا احس بنفس بالحلقات الاولى تركض على جدار كذا على طول. حلو لحد الان ترى ما خلصنا من المجاري. حلو عبى دمي فل، حلو حلو تعال تعال يا دب انت شلون تطمر من فوق. حلو اوه القوه والله قضيت على اغلبهم. حلو 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 قبل شوي العصبيه هذه تقضي على اغلبهم لكن للاسف تنتهي بسرعه. حلو انتهوا. اوه جاء ابو صاعق، جو حقين الصواعق. انضربت خلاص انجلت، تجمعوا علي. حلو يمديني اخذ الصاعق. اجلد بالصاعق، اجلد اجلد يا كثرها على ابوها، طبق عليه الكلب. حلو في صاعق ثاني، يمكن يمديني اخذ صاعق. الزعل هذه حقت الزعل. انجلت. يا كثرهم يا كثرهم والله انت وهقت يا شباب، تضربهم على طول يموتون لكنهم كثرة. شو ما يمديك تخلص من الاول، يجيك اثنين غيره. شوف الدم شوف الدم، الدم خلاص شكله. تكفو تكفون يا شباب تكفو، ارحموني خلوني اروح خلاص، مت مت. حلو حلو على الطريقة هذه.
تعال للوسط للوسط تعال تعال للوسط عشان ما تنجل ما يطبق عليك واحد. حلو يا الضربة شلون؟ اي اركض واضرب. حلو جمعهم كله بضربة واحدة. تروح الطاقة اذا ضربت. مت مت. حلو رجعت لمعه الصاعق الثاني وتوي ذبحته بالشركم. عجوز اتكلم من ضربها والله عجوز اتكلم من ضربها. حلو تعال. حلو لازم اضرب اوقف كذا فجأة اناول. حلو من يقرب. ايوه دمي 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 دمي. تعال انت قريب ما جاك شيء. مت مت مت. حلو ما زالوا يجون الله يستر. حلو حلو تعبت الطاقة. ما ادري وش الصعوبة اللي احنا به هذي. الاحظ المراحل الاولى ما يطبون عليك جماعات مثل هذي. هنا لا يطبون عليك كلها. حلو يا رب انتهيت. انتهيت انتهيت اخيرا. للاسف سلم راح حذف الصواعق. طيب احذف الصواعق فوق وارجع ثاني مرة ودمي مو شيء. يا رب انهم ما يعيدوني. اشوى في مشهد اشوى في مشهد. هذا دليل انه راح يعبي دمي فل. حلو اظن دخلنا الا بداية الدخول للبرج. بداية الدخول للبرج ابشركم. الاسانسير ايوه ايش فيه؟ مسدسات من مرحلة سيئة لمرحلة اسوأ. اضربهم كلهم. حلو مرة واحدة. حلو هذاك فوق التلفزيون. حلو بيني وبينهم مسافر. افضل شيء ما يهجم عليك احد وانت او ما يتحركون بزيادة. اماكنهم ثابتة. تغيب هنا لاني جبت العيد لقصت ربع الدم. حلو تقدم. راح اكثر من النص الله يستر. حلو هنا نضمر. حلو تمام في احد ثاني. حلو مت انت وانت الثاني. هذاك. اثبتها ايوه تمام كذا ماشي صح مع انه دمي اخشي. وين ندخل المكتب ليه؟ ايوه في غيرها. هذاك واحد شفته. حلو 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 يا رب يقضون بسرعة. خلوكم على الوضع هذا. تعالوا على واحد واحد احسن. واحد واحد عشان نضال. تجون كذا حبة حبة. ايوه احسن ناس.
تع انت ليه تقدم؟ ايوه ها في احد تقدم؟ صدقون ما يخلصون هذولا، يمكن ما يخلصون. حلو ها ها من يجي؟ في واحد يرمي من بعيد، في واحد ما ادري وين. حلو عادي كانت تقدم ما يحتاج تذبحهم، خلاص كذا كأنه ذبحهم كلهم، كذا هو مكانه ذبح كل العالم. ايوه انطلق فوق، خلاص انطلقنا فوق يا شباب. واظن يا شباب خلاص كذا بداية دخول البرج. في قسم ثاني بس ما عليه، ان شاء الله الحلقة الجاية راح نكمل لحد ما نصل للنهاية. اتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، ويلا في امان الله يا شباب.